السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته نتصل الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم آخر أخبار محترفين العاجلة وأيضا آخر أخبار المنتخب الوطني الجزائري. وجمل بالماضي يستدعي لاعب جديد وهو مقرر أن يكون خلافة لبعض اللاعبين المصابين في قائمته القادمة. فبطبيعة الحال إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. طبعا قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي لم تبقى عليها أيام طويلة، يعني في هذا الأسبوع يعني أو لخمسة أيام أو ستة أيام، وسيشارك معنا الناخب الوطني جمال بالماضي قائمته. وطبعا سنتعرف عن جميع مفاجآتها، خاصة أنها راح تكون هنالك غيابات بالجملة، منها يعني نجمنا الدولي الجزائري الذي تبين أنه وذلك بشكل رسمي لن يكون مستدعي، وهو يوسف عطال الغازي الجزائري، وذلك حسب الإصابة التي تعرض إليها بغيابه أيضا لأربعة يعني أسابيع عن الميادين. طبعا هذا اللاعب راه متغيب عن العديد من المباريات المنتخب الوطني الجزائري في الآونة الأخيرة، فنتمنوا له الشفاء العاجل. ولكن جمال بالماضي لديه الحلول دائما، وطبعا استدعى لاعب جديد حسب موقع العربي الجديد، هذا هو مصدر هذا الخبر، وحسب مصادره الخاصة صرح لنا كالآتي: أن المدرب جمال بالماضي ربط اتصالاته بلاعب في الدوري الفرنسي من أجل خلافة يوسف عطال، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن لفريق كليرمونت فوت حكيم زدادكا، والشقيق الأكبر لكريم زدادكا لاعب نابولي. فبطبيعة الحال هذا اللاعب في الدرجة الثانية مع نادي كليرمونت فوت يقدم مستويات كبيرة، كان في آخر المباريات يعني مع فريقه كليرمونت فوت في التشكيلة المثالية وحتى أيضا في التشكيلة المثالية للشهر الماضي حسب ما أتذكر. المهم هذا اللاعب قدم مستويات كبيرة. وطبعا لو نذهب إلى موقع ترانسفر ماركت لنرى إحصائيات هذا اللاعب، طبعا هذا اللاعب يعني سجل هدف في يعني 27 مباراة، وطبعا راح لعب 27 مباراة، دائما ما يلعب كلاعب أساسي ونادرا ما نراه في كرسي البدلاء، يعني عنده المكانة الأساسية وقدم مستويات كبيرة. وبطبيعة الحال جمال بالماضي لديه شروط، وهذه الشروط تتوفر في هذا اللاعب: يلعب بانتظام، لديه قوة فوق أرضية الميدان، وإن شاء الله يكون هذا اللاعب فيه الخير. المهم أنا ما أكد لكمش الخبر، ولكن حسب هذا الموقع أكد لنا أن جمال بالماضي سيستدعي هذا اللاعب، فإذا ما استدعاه شاهد المشاهدين وحدث مشكل مستقبلا، ما تقولوش باللي والد كتب علينا. المهم أنا جبت لكم واش راح كاين الجديد في قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي. بينما أيضا قائمة المنتخب الوطني الجزائري ستشهد مفاجآت، مثل رامز الروقي الذي استخرج زواج سفر جزائري، بينما أيضا أحمد طوبة وحسين بن عيادة الذي استدعي وذلك بشكل رسمي. حسين بن عيادة استدعي بشكل رسمي، فقولوا لنا ما رأيكم في البديل ليوسف عطال، هل هو جيد حكيم زدادكا أم لا؟ أخبرونا أراءكم في صندوق التعليقات. بينما الآن ننتقل إلى خبر آخر عن نجمنا الدولي الجزائري للأسف الشديد المصاب حاليا إسماعيل بن ناصر، يعني كاين شكوك أنه سيغيب أيضا عن قائمة الناخب الوطني جمال بالماضي، ولكن تمنوا له الشفاء العاجل وماذا بينا نشوفه في قائمة جمال بالماضي. طبعا هذا اللاعب يعني تحت رادار عملاق الدوري الفرنسي، عملاق أوروبا، عملاق نادي باريس سان جيرمان. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين هذه التغريدة أوضحت لنا أن باريس سان جيرمان مهتم بذلك بشكل كبير، ودخل في صراع من أجل التعاقد مع نجمنا الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي أي سي ميلان. وطبعا قائلة هذه الجريدة سبورت ويتنس قائلة بأنه نادي باريس سان جيرمان سيواجه مشكلة كبيرة وصراع قوي جدا بينه وبين نادي مانشستر سيتي وأيضا نادي ريال مدريد، لأنهما كلاهما مهتما بنجمنا الجزائري إسماعيل بن ناصر. فيبدو أن هذا اللاعب يعني احتمال كبير انه سينتقل، فاختاروا لنا ما هي افضل وجهه لاسماعيل بن ناصر: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، ام نادي مانشستر سيتي؟ والتعليقات اسفل هذه التغريده يعني الكل كان يقول باللي يعني نتمنوا انه هذا اللاعب راح يكون مكان يعني فيرناندينيو مستقبلا. يقولوا نفس النقطة التعليقات ما هي افضل وجهه لهذا اللاعب. بينما في الخبر الموالي في الدوري الفرنسي بالتحديد عند نادي نيم الفرنسي عند الجزائري يعني زين الدين فرحات حسم مستقبله وذلك بشكل رسمي مع فريقه نادي نيم، حيث صرح لشبكة بي ان سبورت قائلا: هذا هو عامي الثاني في نادي نيم، ان شاء الله سيكون الاخير، يعني راح يكون الاخير بطبيعه الحال كما تشاهدون في الشاشه الظاهره امامكم. وقائلا ايضا: اتمنى ان ابقى ليغا وبعدها مكتوب ربي. المهم هذا اللاعب يعني اخر مشواره سينتهي هذا الموسم مع هذا الفريق لكي ينتقل الى فريق جديد حسب المصادر التي وصلتنا وحسب تصريحاته الاخيره. بينما الان اعزائي المشاهدين ننتقل الى الخبر الثاني عند نادي مونبولي عند زميل نجمنا الدولي الجزائري
اندي ديلور. تعرفون ان يعني زميل اندي ديلور قد صرح في الاونه الاخيره، هذا الظاهر امامكم، قال باللي انه في الاونه الاخيره انه يعني ينحدر من اصول جزائريه، وذلك من جده الجزائري، وعنده احتماليه انه يمثل المنتخب الوطني الجزائري، عنده احتماليه. ولكن اعزائي المشاهدين، بعد ذلك الاخبار الكل يعني معظم المشجعين للمنتخب الوطني الجزائري بداوا يكتبون في السوشيال ميديا انه هذا اللاعب قرر تمثيل المنتخب الوطني الجزائري وكذا وكذا وكذا، فلهذا وصلت العديد من التعليقات هذا اللاعب، وهذا اللاعب وجه رساله للجماهير الجزائريه وكانت قويه نوعا ما، وطبعا ساشرحها لكم بالتفصيل. طبعا في حسابه الظاهر امامكم الانستغرام صرح قائلا: لم أصرح يعني في أي مناسبة أنني أرغب في اللعب لصالح المنتخب الوطني الجزائري، هذا الأمر لم يسبق أن فكرت فيه، فخورا بأصولي الجزائرية وبجدي، ولو أتيحت لي الفرصة للعب على المستوى الدولي وأحمل أحد يعني قمصان الدولية فلن يحصل ذلك سوى مع المنتخب الفرنسي. يعني قال فخور بأصولي الجزائرية ولكن ما رانيش نخمم وأرفض بتاتا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وحلمه أن يمثل المنتخب الفرنسي ولكن حاليا لا يريد تمثيل أي منتخب. يعني كرسالة لهذا اللاعب، شكون قال لك باللي احنا قلنا باللي راك رايح تجي للمنتخب الوطني الجزائري؟ انا فور نزول ذلك الخبر عملت فيديو قلت لكم باللي انه هذا اللاعب صرح انه ينحدر من اصول جزائريه، ولكن صرح باللي انه لا يفكر في تمثيل احد المنتخبات وحلمه المنتخب الفرنسي. يعني احنا ما قلناش باللي انه هذا اللاعب راح يمثل الجزائر، لا رانا باغي نشوفوا هذا اللاعب بهجين المنتخب الوطني الجزائري. ممكن البعض صرح في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اعتقد معظمكم ما كتبتوش لهذا اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي وما رسلتوش لهذا اللاعب رسائل وقلت له باللي مرحبا بك في المنتخب الوطني الجزائري. اذا كتبت له هذه الرساله اكتب لنا في صندوق التعليقات باه نعرفوا هاد الناس اللي كتبوا هذه الرسائل حسب الرساله التي وصلتنا من هذا اللاعب، قال باللي انه وصلتني العديد من الرسائل. فلهذا يعني هو حاليا رافض تمثيل المنتخب الوطني الجزائري لكي ينهي صفحة هذه الفكرة من وجودها. بينما ننتقل إلى الخبر الموالي عند نادي ريال بيتيس، عند بالضبط عيسى ماندي الذي حاليا يثير جدل في سوق الانتقالات. طبعا هنالك ثلاث أندية مطالبة عليه: نادي ليفربول الإنجليزي المتحصل على آخر نسخة من الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي أنتر ميلان، ونادي أي سي ميلان. فبطبيعة الحال تحوم العديد من الشكوك، هل هذا اللاعب سيجدد عقده مع نادي ريال بيتيس أم سينتقل إلى أحد هذه الوجهات التي ذكرتها؟ طبعا رئيس نادي ريال بيتيس صرح بخصوص هذا الشأن وقال يعني عبر قنوات تلفزيونية لنادي بيتيس إشبيلية يعني الإسبانية، صرح قائلا: تحدثت مع عيسى ماندي بصراحة، أكن له احتراما كبيرا، فهو لاعب محترف وممتاز وقائد الفريق، أعتقد أن مفاتحته في هذا وفي أمر تجديد العقد أو الرحيل أمر ضروري للطرفين، ضروري لهذا اللاعب وضروري حتى يعني إدارة نادي ريال بيتيس، وهو حر في اتخاذ القرار الذي يناسبه. وقائلا أيضا: أتمنى أن تتوصل إدارتنا مع عيسى ماندي إلى اتفاق حاسم لا رجعة فيه قبل نهاية شهر مارس الحالي. يعني بقيت ايام قليله جدا قليله جدا ونرى اذا هذا اللاعب راح يجدد العقد نتاعو، يعني راح يرفض جميع العروض، واذا لم يجدد العقد نتاعه فسينتقل الى احد الوجهات. وقولوا لنا في صندوق التعليقات، يعني كاين ثلاث انديه راه مطالبه حول هذا اللاعب، ما هي الانديه، ما هو النادي عفوا المناسب لهذا اللاعب. بينما في نهاية هذه المواضيع لدينا خبر جديد عن نجمنا الدولي الجزائري أندي ديلور وموعد عودته إلى استئناف المباريات الرسمية مع فريقه نادي مونبولي. حسب التقارير التي وصلتنا وحسب التقرير الطبي الذي وصلنا أعزائي المشاهدين في الآونة الأخيرة أن هذا اللاعب راح يكون أساسي في المباراة القادمة يوم الأحد إن شاء الله الظاهرة أمامكم. نتمنى له عودة قوية ونتمنى له عودة موفقة، وكان هذا فيديو اليوم. أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.